يا المدير الفني لمنتخب الأندية المصرية صاحب المستوى الفني العالي كابتن سامي الشيشيني النهارده له لمسات فنية وتكتيكية على أعلى مستوى والفوزي النهارده المركز الأول عبد الظاهر قلب الدفاع صخرة المدافعين الكبار والكبار جدا نجم مصر ونجم نادي المنصورة ونتألق في الدوري التركي أمان ربي أمان. أما الآن الحريف ومين ما يحبش الحريف؟ الحريف الحريف هو عجيلك الحريف هو عجيلك الهداف القناص عبد الستار صبري عبد الستار صبري النهارده سجل هدفين ما في احلى من كده ما في اجمل من كده بكل تاكيد. النجم القادم هو القيصر نجم بطوله الكان ابدع مع نادي المنصوره الرياضي والمركز الثاني للاعبي ونجوم منتخب الاهلي والزمالك العندليب ومين ما يحبش العندليب عبد الحليم علي الهداف التاريخي النادي الزمالك واحد من نجوم الكبار وقبل ما يكون نجم كبير هو صاحب خلق رفيع رفيع رفيع. المكوك المكوك هو عجيلك المكوك النجم الكابتن هشام حنفي نجم منتخب الاهلي والزمالك وميدالية المركز الثاني والان الحارس المبدع والان الحارس المبدع وهو الكابتن امير عبد الحميد تألق تألق بشكل كبير النهارده الكابتن امير عبد الحميد. اما الان المدير الفني والان المركز الاول